السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معي في حلقة أخرى جديدة. حلقة اليوم إن شاء الله أود أن أريكم طريقة صنع حقيبة للطفلات، خاصة يمكنكم يعني تشتغلوها بأي حاجة تريدونه. فأنا اليوم إن شاء الله سأبدأ هذه الحقيبة البسيطة جدا والسهلة للغاية بإبرة كروشيه رقم 4.5 وخيط خيط المكرمي الرطب أو ما يسمى بخيط القطان. فكما سبق وأخبرتكم، هناك أنواع كثيرة في خيط القطان. هناك أنواع قاسية، سميكة، متوسطة السماكة، ويوجد خيوط رطبة مثل هذه، يعني رطبة جدا كأنها خيوط عادية. فأنا أشتغل بهذه الخيوط لماذا؟ لأنها مريحة جدا، وأيضا يمكن أن نشتغل بها حقائب بكل سهولة، وهي سميكة أيضا في نفس الوقت وجيدة ومناسبة جدا للحقائب. فأشتغل بإبرة كروشيه رقم 4.5 وأبدأ كما قلت لكم عدد غرز السلسلة في البداية ترجع إليكم، يمكن تشتغلوا حسب الحجم الذي تريدونه. فأنا سأشتغل هنا في البداية تقريبا 26 غرزة سلسلة. هنا عندي 26 غرزة سلسلة، فأبدأ مباشرة بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول. أحسب من هنا 1 2 3 4 5. غرزة السلسلة الخامسة أصنع فيها عمود عادي، وأتابع في الغرزة السلسلة الموالية أصنع أيضا عمود بلفة واحدة دائما. الغرزة الموالية أيضا غرزة عمود، وأشتغل فوق كل غرزة سلسلة أصنع عمود واحد فقط إلى نهاية يعني غرز السلسلة، ثم أعود إليكم. هنا نحصل على هذا الشكل كما تشاهدون. الآن في نفس هذه الغرزة الأخيرة سأصنع عمودين آخرين، يعني في هذه الغرزة ثلاثة أعمدة. سبق وأن صنعت آخر عمود، سأصنع مرة أخرى العمود الثاني والعمود الثالث، ثم من الجهة المقابلة هنا أصنع يعني مقابل كل عمود أصنع عمود، يعني في كل غرزة سلسلة هنا من الجهة الأخرى أصنع عمود. هنا عمود في الغرزة الموالية عمود، وأشتغل بهذه الطريقة إلى آخر غرزة، يعني في كل غرزة أصنع عمود واحد. وصلت النهاية تقريبا، بقيت لي فقط آخر غرزة هنا بدأنا فيها قبلا ثلاثة غرز سلسلة. الآن في نفس هذه الغرزة سنصنع العمود الثاني ثم العمود الثالث بنفس الطريقة، طريقة الجهة الأخرى، لأن هنا في الغرزة الأولى هنا صنعنا ثلاثة أعمدة، هنا أيضا ثلاثة أعمدة. الآن نربط بواسطة غرزة منزلقة فوق غرزة السلسلة الثالثة. حصلنا الآن على هذا الشكل كما تشاهدون، وهذا سيكون كقاعدة للحقيبة. الآن سنشتغل عادي، سنرتفع بثلاثة غرز سلسلة، ستكون ثلاثة غرز سلسلة هنا كعمود. في الغرزة الموالية نصنع عمود، ونتابع فوق كل عمود نصنع عمود واحد. وصراحة هذه الحقائب يعني مطلوبة جدا في السوق، لأن خيط القطان هو خيط عنده يعني قوام، يعطي قوام للحقيبة، هذه الحقائب يعني مطلوبة. فنشتغل بهذه الطريقة فوق كل عمود عمود على طول الدورة، على طول الدورة هنا أيضا إلى آخر غرزة وأعود إليه. وصلنا تقريبا النهاية. الآن سنربط بغرزة منزلقة، يعني الآن نشتغل بدون زيادة غرز أو أي شيء، نربط فوق غرزة السلسلة الثالثة التي بدأت بها الدورة، ثم أبدأ الطريقة من جديد. كما تشاهدون هنا نحصل على هذا الشكل، يعني شكل حقيبة. سنشتغل على هذا الشكل عدة دورات
إلى أن أحصل على الارتفاع الذي أحتاجه وأعود إليكم. في النهاية نحصل على هذا الشكل، يعني تقريبا اشتغلت هنا لواحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 14 دورة. فهنا لنا الخيار، يعني إما نشتغل هنا في الحزام مباشرة إلى هذه الجهة ثم نتابع الجهة الأمامية يعني للحقيبة، أو نبدأ أيضا بالجهة الأمامية ثم من بعد بالحزام. الآن أنا تقريبا هنا في الجانب، لذلك أفضل يعني أن أشتغل في الحزام بهذه الطريقة. هذه الغرزة، عندي الغرزة هنا، سأدخل الإبرة هنا ثم أحاول أن أدخلها أيضا في الغرزة المعلية، يعني ثلاثة غرز عندي هنا على الإبرة. ألف أخرج من هذه الغرزة ثم ألف حول الإبرة أخرج من غرزتين، ألف حول الإبرة أخرج من غرزتين. هذه هي غرزة الكروشي العادية، الكروشي التونسي يعني. فأدخل الإبرة في هذه الغرزة مرة أخرى، أخرج الخيط، أذهب للغرزة الأخرى أخرج الخيط، ألف أخرج من غرزة ثم ألف أخرج من غرزتين، ألف أخرج من غرزتين، أعود من جديد هنا، أخذ هذه الغرزة أخرج منها الخيط، أذهب للغرزة الموالية أخرج منها الخيط، ألف حول الإبرة وأخرج من هذه الغرزة الأخيرة وحدها، أخرج الخيط، ألف أخرج من غرزتين، الغرزة الأولى والثانية، ألف أخرج من غرزتين، وسأتابع بهذه الطريقة إلى أن أحصل يعني على حزام. في النهاية هنا كما تشاهدون صنعت تقريبا هذا الطول في الحزام. الآن سأحاول أن أربط هذه الجهة يعني في الجانب الآخر للحقيبة. سأحاول يعني أن أخيط على هذا الشكل بالإبرة أو بإبرة خياطة سميكة يعني كبيرة جدا بثقب كبير، والأفضل يعني بالإبرة خاصة خيط القطن يعني سميك جدا. سأحاول أن أخيطه هنا بالإبرة كما قلت، إبرة الكروشيه على هذا الشكل. أخذ هذه الغرزة والغرزة من الحزام وأحاول أن أخرج الخيط منهما، ثم أذهب إلى الغرزة الموالية والغرزة المقابلة لها من الحزام، أخذ هذه الغرزة وهذه الغرزة وأخرج من الغرزة الأخرى أيضا الثالثة، أذهب إلى الغرزة الموالية والغرزة المقابلة لها. دائما أخذ هذه الغرز هنا ثم أخرج الخيط من كل الغرز. الآن أذهب مباشرة إلى هذه الجهة، سأشتغل الآن، أذهب إلى هذه الغرزة هنا أخرج الخيط، ومباشرة هنا أبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول، ثم أذهب إلى الغرزة الموالية وأصنع غرزة عمود. أعتذر هنا، الأفضل أن أشتغل في جهتين يعني الجهة العليا والسفلى معا، وأخرج الخيط ثم أبدأ بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول. أذهب إلى الغرزة الموالية وأصنع أيضا عمود، الغرزة الأخرى عمود، وسأشتغل بهذه الطريقة يعني فوق كل عمود عمود إلى أن أصل تقريبا إلى هذه الغرزة هنا، وأكتفي بهذه القدر بهذا القدر. كما يعني من كما تركنا غرزة هنا في هذه الجهة، نترك هنا غرزة، سنشتغل إلى هذه الغرزة فقط. هنا اشتغلت إلى هذه الغرزة، يعني تقريبا تركت نفس يعني هنا نفس الشيء مثل هنا. فالآن سنشتغل في هذه الجهة فقط بالأعمدة إلى أن نحصل على الارتفاع الذي نحتاجه، يعني فقط بغرزة العمود نبدأ دائما بثلاثة غرز سلسلة مكان العمود الأول، ثم نكمل بغرزة العمود فوق كل عمود نصنع عمود بهذه الطريقة كما تشاهدون.
نستغل فقط بالعمود ذهبا وإيابا إلى أن نحصل على الارتفاع الذي نحتاجه. أعود إليكم. أكتفي بهذا القدر. الآن أقطع الخيط بمقص. والآن ننتقل إلى المرحلة الموالية. وننتقل هنا إلى طريقة التزيين. طريقة التزيين يعني اختيارية، لكن سأريكم هذه الطريقة سهلة جدا. نأخذ الخيط بهذه الطريقة. يمكن أن تقطع الخيط بنفس الطول بعد تربط هذه الخيوط في كل غرزة. تربطون خيط على اثنين بهذا الشكل ثم أقطعه. أنا في النهاية أقطع على نفس الطول بهذا الشكل ونربطه. طريقة سهلة. يمكن أن يعني تتنو الخيط على أربعة، ربما أفضل على أربعة كي يصبح يعني الخيوط كثيفة. أنا اخترت يعني على اثنين فقط. نقطع الخيط. بهذا الشكل. الآن سوف نقطع الخيط يعني على نفس الطول. ومن بعد ضروري أن نمرر عليه بالولاعة لكي لا ينفك الخيط، لأن معروف هذا خيط القيطان يعني ينفك بسهولة إن لم يحرق. فنحاول أن نقص يعني على نفس الطول. ويمكن أيضا أن تقطعوا الخيط أو تربطوا الخيط يعني أطول، ليس بهذا الشكل. يعني كل واحد له الاختيار في ما يريد. بواسطة بريكي سنحاول أن نمرر على كل هذه الخيوط. يعني قليلا، انتبه. ونحاول كذلك ايضا نزين هنا في الجانب باكسسوارات بالكروشيه او اكسسوارات اخرى، لنا الاختيار. أعتقد أني أظهرت لكم طريقة هذه الوردة. هناك أيضا طرق أخرى لورود كثيرة جدا، طريقة سهلة. إن شاء الله أضع لكم الطريقة تحت في صندوق الوصف. فأنا اخترت هذه الوردة هذا الشكل. سأحاول إما أن نخيطه أو نلصقه بواسطة مسدس الشمع. نلصقه هنا في الجانب. وهذه الاكسسوارات ورود، هذه الورود يعني تباع. يمكن أن نختار أيضا ورود أخرى كثيرة، وعندما تكون ورود صغيرة ومختلفة الألوان تكون أجمل يعني. فنلصق أيضا هذا. أنا سأحاول أن ألصقه في وسط الوردة ثم ألصق هذه الوردة أيضا هنا بالجانب قريب يعني من الوردة.
وهذه الوردة أيضا هنا. في النهاية نحصل على هذا الشكل الجميل كما تشاهدون، لنا الاختيار يعني في طريقة التزيين. من الممكن أيضا أن تخيط هذه الأزرار في الداخل، خاصة إن كانت أكبر ستكون أفضل إن كانت أكبر بقليل. أنا بالنسبة لي سأترك يعني الحقيبة هكذا بدون زر، أيضا ليس مشكلة. وكما تشاهدون هذه هي الطريقة النهائية للحقيبة، حقيبة جميلة جدا وسهلة للغاية. الفرق دائما يكون في طريقة التزيين. فكانت حلقة اليوم هي هذه، أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم معي. إن أردتم مثل هذه المشاريع الصغيرة الخاصة بالحقائب بالكروشيه فأتركوا لي تعليق، وإن شاء الله هناك الجديد. أترككم في رعاية الله إلى حلقة أخرى إن شاء الله مع مشروع آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.